ممتاز جدا. الوضع الأمني في المدينة جيد جدا، مديرية أمن سرت وأيضا البحث الجنائي والإدارة العامة للبحث الجنائي وأيضا القوات المسلحة تقوم بتأمين المدينة بدوريات ثابتة ومتحركة، تعاون مشترك بين الجهات الأمنية بمدينة سرت. هنا قسم المرور يقوم بأداء مهامه بشكل ممتاز جدا بمفترقات المدينة. أيضا من ناحية الجانب الأمني اجتمع اليوم عميد بلدية سرت بمعاون مديرية أمن سرت اليوم صباحا، الاجتماع الذي قرر فيه نقل سوق الأعلاف بمكانها الحالي إلى حي الزعفران، هذا المكان يعتبر ملائم جدا. أيضا ناقش الاجتماع العديد من الأمور الأمنية الحساسة في المدينة، أيضا الأمن الداخلي يعمل بشكل ممتاز جدا في مدينة سرت. أما الوضع الخدمي في مدينة سرت، المخابز تعمل بشكل ممتاز جدا، أيضا محطات الوقود تعمل بشكل ممتاز، أيضا الكهرباء يعمل بشكل ممتاز في المدينة، ولوجود انقطاع الكهرباء في مدينة سرت. مشكلة مياه الشرب في المدينة التي تعاني منها مدينة سرت، في بعض الأحياء انقطاع مياه الشرب بشكل متواصل. أيضا المجلس البلدي يحاول حلحلة هذه المشاكل. أيضا مشكلة التسيولة في مدينة سرت، اليوم اجتمع المجلس البلدي مع عمداء المناطق في المدينة وأيضا مع أعضاء البلدية، اجتمعوا لمناقشة مشكلة السيولة في المدينة، وأيضا طالبوا بضرورة توفير السيولة في مدينة سرت ومخاطبة مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي. هذا هو الوضع بشكل عام. والوضع الصحي في المدينة أيضا، اليوم اجتمع عميد البلدية مع رئيس لجنة كورونا والمكلف من قبل لجنة كورونا بمدينة سرت من أجل بحث الوضع الصحي في المدينة. أيضا ناقش هذا الاجتماع كيفية توريد الأدوية لمدينة سرت، وأيضا توريد التطعيمات الخاصة بالأطفال في قطاع الصحة في المدينة. هذا هو الوضع العام في مدينة سرت. نعم نعم، موفدنا إلى مدينة سرت أحمد جمعة، كنت معي على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.